البداية أهلا وسهلا بيكم، منورنا في الفن. والله العظيم أنتوا المنورين وأنتوا أعلى حاجة في الدنيا. أول حاجة اتكلمنا عن وجودك النهاردة في المسرح التجريبي. هو أنا عضو فرقة المسرح القومي، موظف يعني في وزارة الثقافة، فدي حكايتي. أنا خريج فنون مسرحية تمثيل وإخراج، فده حبي الأول، يعني المسرح ده هو حبي الأول. حاجة كويسة جدا ان في مهرجان تجريبي في مصر بيتجمع فيه كل دول العالم، كل الثقافات بتدي لبعضها، بياخدوا من بعض. ده حاجة حلوة جدا 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 محتاجاها مصر، وفي نفس الوقت هم كمان كدول مشاركة في المهرجان محتاجين الثقافة بتاعتنا والتبادل الثقافي ده. بما ان بتقول ان المسرح حاجة مهمة بالنسبة لك، انك خريج مسرح والكلام ده، فلما بنقول كلمة مسرح ايه اول حاجة بتيجي في دماغك؟ الحياة يعني مسرح. بصي، المسرح هو الدنيا اللي احنا عايشينها دي. المسرح على مستوى الفنان انت بتاخدي رد فعل مباشر، بتحسي بالحياه كل يوم، غير خالص الكاميرا. هو المسرح وان شوت، يعني انت بتاخدي المسرحيه من اول اخرها، انت على الهوا، مفيش حاجه اسمها غلطه، مفيش حاجه اسمها هفوه، فهماني؟ لكن ده متاح بالنسبه لك في الدراما، انك انت لو غلطتي تعيدي تاني الشوت او المشهد او كده. فالمسرح الحياه. بتحضر لحاجه جديده مثلا؟ باذن الله يا رب. عندي فيلم ان شاء الله 4 ايام مع الاستاذ خالد يوسف، عندي باذن الله مسلسل بصوره دلوقتي، مسلسل سعودي مصري فضل الله عليا، عندي فيلم تاني اضيف شرف فيه اسمه في الاوضه، عندي ايه تاني كده يعني. دي الحاجات اللي التجربه السعوديه دي هتبقى بتشارك فيها باللغه السعوديه ولا باللغه المصريه عادي؟ لا، هو مصري سعودي. وعندي كمان حاجه تانية والله نسيتها بقى، عندي كمان مسلسل صعيدي اسمه صيد المغارب ان شاء الله رب العالمين. لا، فيه بشخصيه سعوديه يعني؟ يا رب. تجربه جديده يعني؟ مش جديده خالص، ده انا اكتر حاجه الدنيا حبتني فيها كان مرعي في الرحايا، ده اللي كان مكسر الدنيا، ولغايه النهارده بمشي في الشارع الناس تقول لي مرعي مرعي وبتاع. طيب لو بتفكر تقدم حاجه مختلفه عن اللي انت قدمتها قبل كده، هتبقى شخصيه ايه؟ نفسي اعمل شرير، كلهم بيشوفوني طيب وانا مش طيب، انا شرير. كلهم بيشوفوني طيب، نفسي اعمل شرير قوي قوي. شكرا جدا، بالتوفيق.